بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الوقفات مع آيات الصيام، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحي الله فضيلته وأهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة، لا يزال الحديث والوقفات مع قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، ومع أحكام الدعاء وبعض من الآداب فيه. واستفتح هذه الحلقة بهذا السؤال: فضيلة الشيخ، الله عز وجل كرم عباده بأن جعل الدعاء مباشر منهم إليه وأخبرهم بقربه منهم، وفي المقابل ترك بعض المنتسبين للإسلام هذا التكريم وسقط في وحل التذلل والعبودية ودعاء غير الله، فجعلهم واسطة وشفعاء. تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه مباشرة، وهو يسمع دعاءنا سبحانه وتعالى ويجيب دعاءنا، فلا حاجة بنا إلى أن ننصرف إلى غيره وأن نوسط عنده أحدا من خلقه. هذا شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ولا شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إنما يكون في حق ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا الذين لا يعلمون بأحوال المشتكين وأحوال المحتاجين، حتى يوسطوا من يبلغ ولاة الأمور حوائجهم. أما الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى، ويعلم حوائج خلقه ويسمع دعاءهم، فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى واسطة بينه وبين عباده في رفع الدعاء والحوائج إليه سبحانه وتعالى. وكذلك ملوك الدنيا وبنو آدم لا يستجيبون لحوائج الناس إلا بكره وباستثقال. أما الله جل وعلا فإنه يفرح بدعاء عباده ويقضي حوائجهم، فليس هو بحاجة إلى من يؤثر عليه، بخلاف بني آدم فإنهم بحاجة إلى من يؤثر عليهم القبول. فالواجب أن العبد يدعو ربه مباشرة من غير أن يوسط أحدا. فاتخاذ الواسطة في الدعاء هذا بدعة، وهو يسبب رد الدعاء. وأما إذا صرف شيئا من العبادة للواسطة كما عليه المشركون الأولون، وما عليه القبوريون في هذا الوقت، إن أنهم يذبحون للأولياء وينذرون لهم ويتقربون لهم من أجل أن يرفعوا حوائجهم إلى الله، فهذا شرك أكبر. الأول بدعة، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا صرف شيئا من أنواع العبادة للواسطة التي يوسطها بينه وبين الله، فهذا هو الشرك الأكبر.
أما إذا جعلها مجرد واسطة ولم يصرف لها شيئا من الدعاء فهذا بدعة. وعلى كل حال فدعاء هذا غير مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه دعاء غير مشروع أو دعاء شركي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا في حال الدعاء، لكن في حال الداعي نفسه إذا كان الشيخ على غير طهارة، إذا كانت المرأة حائض أو نفسا أو كان المرء جنبا، هل يشرع له الدعاء؟ نعم، الدعاء مشروع للمتطهر ولغير المتطهر، وللجنب وغير الجنب، وللحائض وغير الحائض، لا مانع من الدعاء في حال من الأحوال، إلا إذا كان الإنسان في حالة لا يذكر الله فيها، مثل حالة قضاء حاجته أو كونه داخل محل قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بهذا لعلنا نتوقف وننتقل إلى الآية الأخرى التي تليها، وهي الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية، فضيلة الشيخ، قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ما المقصود بالرفث؟ الرفث هو الجماع. نعم. وكانوا في الأول ممنوعين من الجماع في ليل الصيام، هذا في أول الإسلام، كانوا ممنوعين من الجماع في ليل الصيام، وروي أنهم كانوا ممنوعين من الجماع في كل الشهر، هذا في أول الأمر. نعم. ثم إن الله خفف عنهم وأباح لهم الجماع في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأباح الله لهم الجماع في ليل الصيام بعد أن كان ممنوعا في حقهم، تخفيفا من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده، لأنهم نالهم مشقة من جراء منعهم من ذلك، وربما وقع بعضهم في المحظور، فالله سبحانه وتعالى تاب عليهم وعفى عنهم وأباح لهم نساءهم في ليل الصيام. نعم. قول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، مقصود بتختانون هنا؟ نعم، منهم من وقع في شيء من المحظور، أجامع زوجته غلبته شهوته ولم يستطع الصبر فوقع عليها، فالله جل وعلا عفى عما حصل وأباح لهم الجماع بالليل رفعا للحرج عنهم، وعفى عما حصل من بعضهم من المخالفة نتيجة عدم الصبر. نعم. أحسن الله إليكم، قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، مقصود شيء؟ قيل المراد به ليلة القدر، يعني تحروا ليلة القدر. نعم. في هذا الشهر المبارك، لأنها ليلة مباركة وهي تمر في شهر رمضان بلا شك، لكن لا يعلم في أي ليلة إلا الله سبحانه وتعالى، أخفاها من أجل أن يجتهد المسلمون في جميع ليالي الشهر لأجل أن يكثر أجرهم، فمن قام جميع ليالي الشهر فإنه يكون قد حصل على ليلة القدر وحصل معها زيادة في بقية الليالي، ويكون ذلك أعظم لأجره وأكثر لثوابه. وقيل المراد بما كتب الله لكم الولد. نعم. الولد الذي ينشأ بإذن الله عن الجماع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في الآية: الخيط الأبيض والخيط الأسود، ما المقصود بهما يا شيخ؟ من الفجر، فسرهما قوله تعالى: من الفجر. نعم. أي البياض النهار وظلمة الليل. إذا تبين بياض النهار من ظلمة الليل فقد وجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وذلك بظهور الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق. أما الفجر الأول فهذا لا يمنع من الجماع ومن الأكل والشرب، هذا الفجر الأول وهو المستطيل كذنب السرحان في السماء، ثم يأتي بعده ظلمة.
أما الفجر الثاني والفجر الصادق فهو الذي علق الله جل وعلا به الحكم، فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وإلى هنا أيها الأخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وختاما تقبلوا أيضا تحية زميلي مشعل الدهيش الذي سجل لكم هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.